ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وحلقة جديدة من جولة الكاميرا السريعة، والمرة دي في سوق حلاوة المولد في شارع السد بالسيدة زينب في أواخر شهر سبتمبر. وقدامنا هو مسجد السيدة زينب وهو بيترمم. ممكن أصور؟ ممكن أصور؟ كل سنة وانت طيبة. مجموعة من عرايس المولد، والأول مرة شوفها حصان المولد كبلاشي وشكله حلو، وكل العرايس دي على فكرة مصنعة في مصر. وعرايس المولد بغض النظر على البلاشي اللي قدامنا دولت، بقوا بالفعل معظمهم أو الأغلبية بتاعتهم بتتصنع في مصر في ورش، في منها ورش ومحافظات زي المنوفية، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. أسعارها بتتراوح بين 60 أو 45 لغاية 260 مثلا. وإلى حلاوة المولد من كل لون ونوع وسعر هنا هو. طبعا حلاوة المولد اللي قدامنا اللي من كل نوع ولون دي أرخص أسعارها من حلاوة المولد الموجودة في سلاسل المحلات الكبيرة في القاهرة وبقية المحافظات. المصدر الرئيسي لكل الحلويات اللي احنا شايفينها ديت هو منطقة باب البحر في القاهرة، وان شاء الله لينا طالعة ليها يا رب تكون السنة الجاية مثلا ونعرف ايه حكايتها هنا. الصوان او المكان دوت تبع عائلة السيدة ام عصام اللي هي شايفينها في الصورة دي، والست ديت او عيلتها عندها اكبر خيمة بتعملها سنويا لفوانيس رمضان. كانت مفاجأة ليا السنة دي ان انا اشوفها العيلة دي عاملة خيمة او صوان لبيع حلاوة المولد في شارع السد في السيدة زينب. بصراحة انا نفسي اعرف قصتها وحكايتها وامتى ابتدوا في موضوع البيزنس دوت. قبل ما انسى، لما سألت على الأسعار ومقارنتها بالسنة اللي فاتت قالوا لي مفيش اختلاف في الأسعار وهي هياها، والله أعلم. والمهم كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في جولة جديدة بإذن الله. كل سنة وانتوا طيبين، وشكرا على المشاهدة. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا.